اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. النهاردة سمك، ولما نقول سمك يعني سمع هوس. معنا البوري من خير مزارعنا، بنصدره لكل دول العالم. السمكة البوري المية بتاعتها وجمالها في اللحم بتاعها الأبيض. تعالوا نعملها مع بعض النهاردة سنجاري، ولكن بمدرسة المغازة هنعمله ازاي؟ بالتأكيد بيختلف الأذواق، البعض بيحب الخلطة نية، الخلطة مستوية، فيها كرفس، ما فيهاش كرفس، في حكاية في السمك السنجاري، وخاصة عند المصريين، هنشوف نعمله مع بعض ازاي. معانا سمك فيليه قشر بياض، كلنا بنحب شوربة الصيادية، ولكن لما نعمل الصيادية ونعدل منها ونطور منها بتاعة الصياد اللي بيشربها على المركب، بما إنها شوربة الصيادية، هنعملها النهاردة بالشوفان. إذا دعمناها بالشوفان ورقائق الشوفان والقيمة الغذائية اللي موجودة في الشوفان اللي بتدعم وظائف الجسم. معانا النهاردة كمان نوع من أنواع البطاطس لطيف وجميل، كلنا بناكل البطاطس مقلية مشوية مع أكل السمك، ولكن لما ناكلها النهاردة بوري بالتونة أكيد دعمناها بأوميجا 3 وفيتامينات عالية جدا، وخاصة الأطفال اللي هي مهووسة بالبطاطس وبتحب البطاطس سواء مقلية أو مشوية، هنأكلها لهم النهاردة مع أوميجا 3، يعني أكلناهم سمك بطريقة غير مباشرة. تعالوا مع بعض، عايز أعمل شوية بطاطس النهاردة، ولأول مرة نعمل بطاطس بوري بالتونة. ليه؟ طب ما ناكل التونه سلطه، ما نعمل سلطه بطاطس بالتونه، ما نعمل التونه حاجه والبطاطس حاجه. في اطفال ما زالوا دلوقتي لغايه دلوقتي تقول لك ما باكلش السمك، اطفال تقول لك انا مش بحب السمك، مع اني بزعل والله. يعني لما الطفل او الشاب يقول لك انا مش باكل سمك ولا مش بحب السمك وياكل الفراخ الكريسبي اللي مش عارفين اسمها ايه ديت، ده انا بزعل جدا. ليه بقى؟ فتعالوا مع بعض نعمل لهم نوع من انواع البطاطس هم متعودين عليه ومفطومين عليه، مفيش واحد طفل ما تفطمش على البطاطس البوريه، ونعملها له مع تونة، بس نخبي التونة في قلب البطاطس ازاي؟ اكيد بالخبرة الطهوية المغازية هنشوف ناكلها لاطفالنا ازاي. والطبق ده بهديه لكبار السن والاطفال، كبار السن برضو ربنا يديهم الصحة وطولة العمر، مع مشكلة مع مضغ الاكل كلنا هنوصل للعمر ده مفيش مشكلة، بنحترم هذه بنحترم هذا السن، ولكن عايزين ناكل حاجة فيها اوميجا 3، حاجة تدينا طاقة وتغذينا، بطاطس كربوهيدرات ونشويات، التونة قيمتها الغذائية عالية جدا، ازاي نخفي التونة جوه البطاطس البوريه؟ أكيد بالخبرة المغازية هنشوف نعملها ازاي. الشوربة بتغلي على النار، هنحطها هنا وناخد الطاسة دي ونخليها معانا كده. حلو الكلام، الله عليك يا شيف. البطاطس معانا اهي، سرقناها بالقشرة، دي أول حاجة، خلي بالك ده مهم جدا. لما نسلق البطاطس بالقشره بتاعتها علشان نحافظ على الكربوهيدرات والنشويات اللي موجوده فيها. انا ضد ان البطاطس تتسلق متقشره، خلي بالك هتفقدي جزء كبير من القيمه الغذائيه بتاعتها. هناخدها زي ما هي كده في صينيه كبيره ونهرسها كده، شفت ازاي اهو؟ زي ما انت بتعملي الهراسه دي عند الراجل بتاع الادوات المنزليه بثلاثه تعريف اهو، في منها اشكال والوان اهو. حلو اهو، وتتسلق جامد، يعني انا عايزها تبقى مسلوقه جامد. انا بحب البطاطس لما اجي اكلها بوريه ما الاقيش فيها كلكع كده وحاجات، مش لا تبقى بوريه بوريه بس انا برضو هسيطر عليها، هنشوف ازاي. معايا زبده ومعايا كريمه لباني وحليب، شيل الشوربه من النار، اللهم صل على النبي. ونفس القصه هنا كده، لأن السمكة طلعها بعد ما أحط البطاطس على النار، عشان دي لازم تخش دلوقتي الحكاية بتاعتها مع الزبدة والحليب. كل ما كانت البطاطس مسلوقة جامد كل ما تريحك في الهرس، وانت بتهرسيها بشوكة بقى على الراسة زي ما انت عايزها. حلوة، معايا طاسة على النار، بنحط في الطاسة دي يا عم الشيف شوية حليب، الله، حليب مغلي، نحط على الحليب ده يا عم الشيف شوية زبدة، الزبدة برضو ده اختياري، كتري ما تكتريش دي بتاعتك، ونخلي الزبدة تسيح وننزل بالبطاطس البوريه
بيثبت يولا ما فيهاش اي حاجه علشان ما تغيرليش طعمها. الله الاطفال ياكلوا منها، كبار السن ياكلوا منها، والمضرب اشتغل فيها كده والسلم. حلو الكلام، شيل دول هنا كده لغايه دلوقتي زي الفل يا عم الشيف، ما عملتش حاجه جديده، كلنا بنعملها كده. الجديد فين اللي اتعودناه عليه منك؟ شوف البوري بيطلع معايا ازاي، لازم الحليب يكون سخن زي ما حضرتك شفتيه كده وانا بحطه في الطاسه. فين التونه؟ حالا، اصبر على رزقك. بهاراتنا شويه ملح وشويه فلفل. يا راجل يا طيب، كمون ايه بس مع البطاطس يا راجل؟ ولا كمون ولا كزبره يا ابن الناس. كمون يا كمون والكزبره مع سمك انما مع بطاطس بوريه شوربه سي فود نو. لا ولا زيت زيتون. التونه بتاعتي انا عارف شاطره والله، سمعتك كنت قاعده بتقولي لاولادك وجوزك وحماتك هيضرب التونه في الخلاط، ما بتتفرجي على الشيف المغازي اكيد، خدت التركيه منه. اهي التونه اهي اهي، ركزي معايا، انا عارف انك شاطره. دي التونه كريمه لباني، الله عليك. الطبق ده فيه كل العناصر الغذائيه اللي ممكن نبحث عنها في جوجل. كريمه لباني يعني بروتين حيواني، تونه يعني اوميجا 3 كالسيوم معادن فوسفور نول الزهايمر. البطاطس طبعا كربوهيدرات ونشويات، الحليب يعني كالسيوم. خلص الكلام، هناخد الخليط ده كده. اخبار البطاطس ايه؟ بص على الحلاوه، بص على الشقاوه. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ شوف التركيه اللي جايه دي بقى، شوف الحلاوه اللي جايه دي بقى. صلى على الحبيب، شويه البهريز اللي لينا دول، كرفس على جزر على حاجات حلويات على شويه حب. الله عليك الله عليك وعلى والديك. مدرسه مدرسة يا أبو غازي. حلوة تمام. ننزل بالحلاوة دي، ننزل بالحلاوة دي. هتصيص منك يا أبو غازي، أنت بتهزر بقى. دي قالب بقى مطبخ اللي بتقوله ده. هناخد كل اللي موجود هنا ده كده. أنت عارف إن البطاطس فيها نشويات وكربوهيدرات، مهما تاخد من سوائل بتديك قوام سبحان الله، زي ما بتحط النشا كده على أي شوربة. فين بقى التونه هنا؟ اوعي تقولي لاولادك في تونه. حماتك مش بتحب السمك ولا بتحب التونه، ما تقوليلهاش، غذيها كده من غير ما تحس، هتاخد ثواب من ربنا، خلي بالك، لان ربنا بيعامل بالنيات. يا طيب يا طيب القلب يا طيب. تونه فين؟ الله الله، فين يا فندم؟ وريني التونه كده بالله، وريت لي التونه بجد بجد. ده انا حطيت كريمه لباني علشان اظهر البياض والشفافيه والحلاوه. كريمه لباني مع حليب في البدايه خالص. توابلها ملح وفلفل. خلصت البطاطس. الامانه يعني الامانه، احط سنه زعتر صغيره، بس مش احط زعتر كده كانه بحطه على اكله. شوف الزعتر بقى لما يتحط باحترافيه يتحط ازاي. الزعتر لما يتحط باحترافيه يتحط ازاي. هي دي هي دي هي دي هي دي ناعم. ونقلبه برده بزبكيولا ما فيهاش اي حاجه. مش عايز انا اغير الطعم بتاع البطاطا مع التونه. خلص الكلام. نعم،
والله اختياري. انت ابن حلال برضو يعني من خبرتك الطويه وتتابع الشيف المغازي وليك سنين مع الشيف المغازي، ممكن نحط جبنه يا شيف. اه بس هتاخدك مدرسه تانية، انا مش عايزين نطلع مدرسه البطاطس البوريه اللي احنا متعودين واطفالنا متعودين عليها، ده المقصود. انما هتحط جبنه هتاخدنا مدرسه بقى الايه الحاجات التانية اللي هي مثلا ايه الريزوتو. تستاهل هنا البطاطا، هنا تستاهل المكان ده. الله، يلا العب. شوف الحلاوه اللي نازله دي كده، دي لما تبرد حكايه. دي اهداء مني طبعا لكبار السن اللي هم تاج على رؤوسنا، ربنا يديهم الصحه وطولة العمر. فيها فيتامين سي، فيها اوميجا 3، فيها كل حاجه. التونه، التونه طبعا مش محتاجه ان احنا نتكلم عنها، سمكه التونه وسمكه السلمون وسمكه السردين وسمكه المكاريل، دي كلها اسماك غنيه جدا. عائله اوميجا 3، انا مسميها عائله اوميجا 3. وبهديها كمان للاطفال الحلوين الصغيرين اللي مستقبلنا متعلق بين ايديكم يا اطفالنا، لازم تركزوا وتجتهدوا. اوميجا 3 بتساعد على التركيز والاجتهاد، مش بتخليك تنسى دروسك يا شطور، وهكذا. حلو الكلام. هنعمل ايه تاني؟ عدني انا حلو، وهنغرف الشوربه ونجري بعد كده. يعني 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 طبعا عملت طبق البرزنتيشن مهم على فكره. ممكن تكون عامله طبق بألوفات من التكلفه الماليه، بس مفيش خبره طهويه في الجرنش او البرزنتيشن. الطبق ده يستاهل حاجه خضراء. السمك ده عايز سلايز ليمون. الشوربه دي هننزل عليها بالشوفان ونرفعها بالنار، وخلص الكلام. يعني ادي كمان شويه بقدونس حلوين. لا مش عاجبني البقدونس ده، ده ما يتحطش جرنش خالص بقى، ده يتحط في طبخه. حلو الكلام. انا عايزك زي الشيف المغازي كده كلمي نفسك وانت في المطبخ. هتخرجي من مشاكلك، هتنسى اي مشاكل بتواجهك. ناخد البقدونس ده كده، شوف هيتفرم ازاي بقى. شعره عشان ما نغيرش شكل البطاطس. شفت شايفه التفاصيل بتاعه البقدونس بيتفرم ازاي. شعره. شفت بتحطها بتنزل لوحدها. ايه هو ده؟ شفت انا كنت حطيت اللي معايا ده كان حد يقول لا، بس انا ضميري ويقيني هو اللي بيشغلني. حلو الكلام. هنشيل دي من هنا، خليها سمك النهارده ولكن بتفاصيل صغيره بتكلفه قليله. الخبره الطهويه هنا لا تقدر لا بالمال ولا باي حاجه في الدنيا. ليه؟ حبك لمطبخك ومفاتيح السعاده الزوجيه ما بتتجابش من السوبر ماركت، بتتجاب من القلب، من اليقين والقناعه اللي جوايا ان انا اعمل حاجه حلوه لاولادي واسرتي. رؤيه، فن، ابداع. بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.